طالعة من حارات شبرا زي النهار صافية ومرسومة والحلم فاتح عينه على بكرة بنعيش وملح ولقمة مقسومة الضحكة طالعة من حارات شبرا زي النهار رايح فين؟ وربنا بيدخل عليك الكلام ده؟ عاوز ايه يا عز؟ عاوز منك ايه تاني؟ ما كفايه اللي شفناه من يوم ما خرجت من السجن. مش وقت الكلام ده دلوقتي. اصبري بقى قوم بالسلامه واعمل اللي انت عايزاه. انا فايل مكفيني. يا اخي حرام عليك كفايه بقى.
كفايه بقى مستني ايه تاني؟ كل اللي حصل ده ولسه برضه راكب دماغك؟ انا تعبت تعبت وانت مش عايز تفهم. الواد اللي حلتنا كان هيضيع مننا، وانت مالي في البلاوي اللي في دماغك اللي عمرها في حياتها ما هتتحقق. احنا اتخلقنا عشان نبقى خدامين. فوق بقى. يوه انا زهقت منك. انا بكرهك بكرهك. سعادة الباشا. ايوه مين؟ ابن مريكة يا باشا. ايه يا حسن في ايه تاني؟ جت في الامور امور. اهدى طيب وقول لي ايه اللي جت. وجود الحاجة عندي في المكان ما ينفعش خاطر يا باشا. يعني ايه الكلام ده؟ هو لعب عيال؟ نقلهم في اي حتة ثانية، اتصرف يا حسن، اتصرف. هنقلهم فين بس يا باشا؟ ما ينفعش. حواليا 1000 عين وعين. نقلهم في اي حتة قريبة مضمونة، وادفع اي مبلغ. اتصرف يا حسن وما تتصلش بيا تاني الا لما تخلص الموضوع ده، فاهم؟ ماشي يا ناصر. ايوه يا زفت. اخبرني يا باشا. هات لي سامي من تحت الارض. ايوه منين دلوقتي يا باشا؟ اتصرف يا زفت. ماشي يا ناصر ماشي يا ناصر. ورحمة امي مريك، ما انا سايبك. اقفل المحضر على انه مشاجرة عادية، وقفل لي خالص على الموضوع ده. مش عايز الحكاية دي تاخد اكبر من حجمها. والواد اسلام عايزك تعرف لي جاب البرشام ده من مين بالظبط. علينا يا باشا. النهاردة قضية ما تكسلش يا باشا. انا عمري كنت في حاجة. احنا قضية يعني الشعلة. ماشي يا عم شعلة، اتفضل. سعادتك يا باشا. تعال يا ناصر. اتفضل اتفضل. قلبي عندك. ربنا يخليك يا باشا. خير يا باشا، انت كنت عايزني في ايه؟ يعني انت يا ناصر مش عارف انا عايزك في ايه؟ مستني ايه تاني؟ عجبك اللي بيحصل ليوسف ولزيه؟ لسه باقي عليه؟ اقطع دراعي المكان حسن مليكة ده ورا كل اللي بيحصل. طب انا في ايه يا باشا ما عملتوش؟ ولا انا صبرت عليك كتير. وانا مش بريالة ولا فندي، والشعر ده ما شابش من شوية. بدي انا وعدتك اني هحميك وهحافظ عليك. سلم لي حسن وملكش دعوة بأي حاجة خالص. حسن ده أول خيط، وما خافية كان أعظم، وهو ده اللي يهمني. أيوة، ما خافية كان أعظم، هو ده اللي يهمك يا باشا، نجاحك وشهرتك. انما بقى يوسف والشباب اللي زيه، الكلام ده تقول له الصحفيين اللي هيجوا يسجلوا معاك بعد ما تشتهر. ولا كلام. نسيت نفسك ولا ايه؟ لا يا باشا انا ما نسيتش نفسي. انا كده كده كنت جاي لك. استنى مني بكره تليفون يا باشا عشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. على مهلك على مهلك يا حبيبي. بالراحة. انت العيش يا زوز، انا كويس. ما كنت جبت لك شوية مية شطفك بيهم انا بدل ما تروح لحد الحمام.
انا كده كده محتاج استحمى، وبعدين عايز امشي رجليا شويه. انت الراحه. اسلام عامل ايه؟ ما تشغلش بالك انت دلوقتي باي حاجه، المهم تقوم لنا بالسلامه. هوصلك انا للحمام واستناك بره. ها ماشي بالراحه. على مهلك. على مهلك يا اخوي. نورة انت لسه نايمه؟ يلا يا حبيبتي عشان نفطر سوا. نورة انا عارف انك صاحيه وسامعاني ومش عايزه تبصي في وشي عشان زعقتلك، بس ايه يعني لما زعق فيكي؟ انا كنت هتجنن لما اتاخرتي، بس خلاص مش هزعقلك تاني. انت مليتي عليا البيت من ساعه ما جيتي، انت خليتيني ابص للدنيا بنظره تانيه. انا ابتديت العب بيانو تاني زي الاول بعد ما كنت نسيت العزف ده ايه. انت عندك حق، انا اللي بقلق زياده عن اللزوم، بس اوعدك خلاص مش هزعقلك تاني. يلا حبيبتي قومي عشان نفطر سوا. انت عارفه انا بفكر اسافر معاكي، وانا قاعد هنا بعمل ايه يعني؟ يلا حبيبتي. نور ردي عليا يا حبيبتي. جدو. يا حبيبة جدو تزعلش مني يا جدو، انا مقصدش. ولا انا حبيبتي، انا مقصدش، انا مش قصدي، بس انا زعلانة صعبان عليا نفسي ان انا اسيب الناس والمكان اللي انا حبيته. مش هسيبك تاني يا جدو ابدا. عارف رجلي على رجلك زي ما بيقولوا. بحبك قوي يا جدو. خلاص اتفقنا يا بص. بص اتفقنا على ايه يا واد؟ انت اتهبلت ولا ايه؟ يعني انت مش عارف امك؟ امك ما بتكرهش غير حاجتين في حياتها، الكسم ودمع وماجدة. عارف بس عارف كمان انها ما بتسمعش غير كلامك انت عشان خاطر اوفا. يا ولد هتاكل بقى يا حلاوه؟ يعني انت مش عارف امك كويس يا اشروفه؟ وبعدين امك بقى بصراحه من اي حاجه بتزار بين على طول ما بتعرفش هي بتقول ايه. طب استحمليها عشان خاطري المره دي بس. ايه تتودودوا في ايه؟ لا 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 ابدا مفيش حاجه يا لولا، مش هوصيك. يلا بسلامه يا حبيبي. باي باي لولا. ايه بقى ماله الواد ده؟ مالك انت بتبصي لي كده ليه؟ من ساعة ما صحي من النوم وهو دودو 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 معاكي، ايه مخبين عني ايه؟ هنخبي عليك ايه يعني؟ قولي لي بقى يا حبيبتي، تاخدي جبنة قريش ولا جبنة رومي؟ بلاش الحركات دي عشان انا كشفاكي كويس قوي. قولي بقى الواد عايز ايه؟ ما انت عارفة هو عاوز ايه؟ ايه؟ البيت تاني؟ احنا مش كنا خلصنا من الموال ده؟ الله، مش انت اللي اديتي ورق حلو وقلتي له البنت لو جات لك انا هجوزها لك، وهي جات له. وبعدين بصراحه بقى انك بيحبها وبيموت فيها، وبعدين انت لازم تفرحي باولادهم. فرحه الندامه دي ما بتحبوش هو، دي بتحب فلوس. فلوس ايه يا ام فلوس انت؟ وبعدين ابنك قال لها على كل حاجه والبنت وافقت عليه والواد بيحبها وبيموت فيها، بس هو بصراحه بقى مش عاوز يعمل اي حاجه من غير رضاكي. يا سلام، هو كان عايز يعمل حاجه من غير رضايا كمان؟ ده انا كنت طينت عشته. كدابه بذمتك يا شيخه، انت ما نفسكيش تفرحي بابنك الوحيد؟ وبعدين بقول لك ايه بقى، خليهم كده يتجوزوا ويخلفوا واولادهم يتنططوا حواليكي ويقولوا لك يا ماما ستو. بلا ماما ستو بلا ماما بيتو، انا لسه صغيره على الحاجات دي. صدق وحشتني يا لهوي. زيدان ايه رايك بقى؟ انا مش هفوت له المره دي. يا بنت استني يا مجنونه، استني يا مجنونه. وطي صوتك ما تبقاش في داهيه يا ماما. كل حاجه بايظه في البيت ده. الاخبار تمام؟ استني اسمك زيدان. يا بنت استني جننتيني ورا تانية كتير كمان. مش فاهمه يعني انت بتشتغلني بقى ولا ايه؟ انا عارف اشتغلك. استني اسمك زيدان. افتح افتح احسن لك. يا بنت هتكسري الباب. اسكتي اسكتي بقول لك، دي عماره محترمه واحنا ساكتين عليه من زمان، لكن هو ما بيحسش وما عندوش دم. انت ام اشرف البسي دول بصراحه. بس انا اروح فين انا دلوقتي؟ اسمعي الكلام بقول لك عليه البسي. قاعد بقى مزيل. يلا يا شيخه. والعدرة ما انا معديها له المره دي. افتح. بقول لك ايه؟ انزل تحت السرير. نعم. اسمعي الكلام بقول لك عليه. ما تسيبني اطلع لهم لو حد ليه عندك حاجه. بقول لك ايه؟ انزل تحت السرير وبلاش الموضوع ده. يوم اللي مش فايت ده. افتح احسن لك.
رب استر يا رب يا رب استر يا رب. اسكتي اسكتي بقول لك. افتح. لا حول ولا قوة. افتح يا رب يا فاضل. مين؟ افتح. هيكون مين يعني؟ عملك الاسود. افتح. ست مصر ازي حضرتك؟ خلاص بقى استهدي بالله يلا. هي فين؟ هي مين دي؟ اللي انت مخبيها جوه، خليها تطلع احسن لك. انا مش فاهم حضرتك بتكلمي عن مين بالظبط. ايوه اعمل انك ما انتش فاهم حاجه. اخرجي بقولك، اطلعي احسن لك. يا ستي صدقيني مفيش حد جوه، وبعدين اتفضلي بقى عشان انا عندي مراقبه مش عايز اتاخر. ايه ده انت كمان بتطردنا؟ خلاص بقى استهدي بالله، الراجل بيقولك مش فاضي وعنده مراقبه. طيب انا قاعده لك هنا، ابقى وريني بقى هي هتخرج ازاي. خلاص اعملي كل اللي انت عاوزه تعمليه يا شيخه. بقول لك ايه، ما تتقي كده بقى وقولها تنزل دي عماره محترمه. يا اخي ربنا امر بالستر، واذا بليتم فاستتروا. ان شاء الله. انت بتنصحي مين؟ هو ده بيفهم يا بجح؟ احمدك يا رب. طب يلا يلا انزلي بقى. يا بجح ما تسيبيا بقى اسكتي. طيب المره دي نفدتي مني، لكن انا مش هعديها لك، انا مستنياكي تحت. انزلي. طيبك يا راجل انزلي يلا. فضحتينا يا شيخه يلا بقى. انت روحي ما فيش فايده فيه، ما تسمعيش كلام ابدا انت. ايه ده يا نجح؟ بس بقى ايه انت بتقفلي الباب ليه؟ ده انا قعداله ما ورايش غيره النهارده. بطلي فضايح بقى انت. ايه ايه بتداري عليه ليه؟ عشان مسلم زيك؟ عشان مسلم زيي؟ ومن امتى بقى احنا بنقول كده؟ حتى لو كان قبطي كنت هقول نفس الكلام. معلش حقك عليا، انا ما اقصدش، ما انت عارفاني مدب بقى واللي في قلبي على لساني. انا اقول ان انا عارفاكي كويس بصراحه بقى كنت زعلت مني، لكن هنعمل ايه؟ انت عندك حق. وبعدين انا عارفه انت بتعملي كده ليه؟ عشان عارفه ان الواد هيفلت منك وهيتجوز ويسيبك. ما هي دي سنه الحياه يا لولا يا حبيبتي. احنا نربي ونشقى ونتعب وتيجي واحده تاخد الجمل بما حمل، هو كده. وبعدين سيبيه بقى يختار، ابنك مش صغير. ابني؟ ادي انت قلتي بنفسك ان هو ابني، يعني انا امه، يعني اكتر واحده تعرف مصلحته. لا بقى اشرف مش ابنك لوحدك، اشرف ابني انا كمان. انت ناسي ان انا رضعته مع هاني ابني ولا ايه؟ غلاوته من غلاوه بعض. يا حبيبتي انا عذراكي، انا عارفه عشان خاطري. سيبيه يختار، الواد بيحبك ونفسه يتجوز ويعيش معاكي هنا. انا خايفه قوي يا بسبس، انت هتسيبيني وهو هيروح يتجوز، عزيز مات وابقى انا عايشه لوحدي. خايفه من ايه بس؟ والله العظيم هو قال لي اكتر من مره ان هو هيتجوز وهيعيش معاكي هنا. سيبيه بقى يعيش حياته، نفسه يملى البيت عليك عجال. بس انا بقى ما بحبش البت دي. لكن هو بيحبها، هتعملي ايه بقى؟ الله. وبعدين معاكي بقى، انت هتفضلي طول عمرك كده يا شيخه؟ جولي يا اهلي بقى، كبري دماغك شويه. بس قولي لي انك سامحتيني، والمسيح ما اقصد اني ازعلك. خلاص مسامحاني؟ خدي بقى افتحي بقى افتحي. جاتك ايه؟ يلا بسرعه قبل ما حد يفتح. لو حد اسالك انت عندي مين، قولي لي دخلت عماره خلاص. انت مش هشوفك النهارده؟ بعدين هبكلمك بقى. طيب سامي دي ليها مفعول السحر، يومين بالكتير وهتلاقينا عندكم في البيت وبنشرب الشاي مع مامتك كمان. المهم تبقى راضي، انا ما احبش ابدا حياتي وحد مش راضي، وخصوصا مامتك يا اشرف. قلت ما تقلقيش. ها تحبي نعمل الفرح فين بقى؟ فين ازاي؟ عندنا في البيت طبعا. لم ايدك شويه يا اشرف، عايزين نخلص من الاقساط في ميعادها وما نتاخرش تاني. الحمد لله المحل شغال كويس وبندفع الاقساط. ولا انت مش عايزه تفرحي يا عروسه؟ لا اكيد عايز افرح، بس برضو عندنا في البيت. اتفقنا؟ بحب. طب يلا بقى كفايه صرمحه وعايزين نفتح المحل، بقى لنا يومين بنفتح متاخر. بكره تزهق مني. انا يا رب اموت لو زهقت منك. لا بعد الشر عليك ما تقولش كده.
يا عمده ايه ده، انت خلاص ناوي؟ ان شاء الله، وعايز الجلاله اللي حاسس اني هشوفك. انت اللي جابك بدري؟ والله حسيت كده ان انت ممكن تعملها، خدت اذن ساعتين وقلت اجي الحقك بقى. هتوحشنا يا هنوش. وانت يا عمده؟ بقول لك ايه، اول ما ترتب امورك وتعرف ميعاد الفرح تكلمني على طول، هتلاقيني طابب عليك. ماشي يا عماد، خد بالك من نفسك انت بس. حبيبي. سلام يا عمده. بقول لك ايه، هلا ما تتشقاش، انا عارفك. ها ربنا يسهل. قلبي عندك يا صاحبي. تسلم يا ابو علي. احكي لي بقى ايه اللي حصل. فيش، اتخانق مع واحد صاحبه. صاحبه؟ شوف يا اخي الزمن، معقول واحد صاحب يعمل كده في صاحبه؟ ده اكيد عيل ابن حرام. مين العيل ده وانا نسف لك امه؟ اصل كله الا الخيانه بتوجع قوي لما بتيجي من الصاحب. عايز ابو علي؟ كل خير يا صاحبي، الوقت اللي انت كنت مستنيه من زمان جه خلاص. عدى عليا الليلات وانا فهمك على العمليه الكبيره اللي هتخلينا نمشي ونسيب الهم ده كله. طب ما تقول دلوقتي انا قدامك. لا يا صاحبي اتقل، كله بأوانه، اتكل على الله دلوقتي وطمن لي على يوسف. يلا السلامة. سلام. سلامة يا صاحبي. لا تستهبلش، هو انا كنت مشغلك في الجراج عشان تقول لي امرني؟ ناصر بيعمل ايه؟ يا باشا ما بيقعدش في الجراج خالص، الساعتين اللي بقضيه في الجراج يا اما بيتكلم في التليفون يا اما رايح جاي على الحمام لمؤاخذه. انا مش عايز اعرف هو بيخش الحمام كام مره في اليوم، ولا اتعادل معايا هو الظابط. امرني يا باشا. هادي النيل هيقول امرني تاني. الزق له مطرح ما هيروح كده، تلزق له تمشي وراه. ها تمشي كده وراه. الزق له يا باشا حسب تعليمات سيادتك. امرني. مفهوم؟ غور غور. وقت الدلع خلص يا ناصر، وقت الدلع خلص يا ناصر، وقت الدلع خلص يا ناصر. صباح الفل. صباح الفل يا ماجد. سيمون صح؟ وانتي سميه صح؟ يا خراشي على عسل، دي احلى من الصور بكتير. شفت لك؟ ميرسي. ماجد كلمني عنك كتير. مش كتير قوي يعني. انت عامله ايه النهارده؟ الحمد لله. طب ده ليا. لا لا لا، ده ليكي ولا ده ليك؟ ده الاسلام وده ليوسف. ماشي. صحيح انتي قابلتي اسلام؟ طب هخش اطمن على يوسف وبعدين نروح له مع بعض. ماشي ماشي. خدي بالك من سيمون. سيبها لي ما تقلقش. ربنا يستر. اهلا اهلا يا ماجد، ازيك؟ تمام. انا اسف، انا جيت من غير ما اقول لحد.
بس انا كنت جاي اطمن على سمية ويوسف واسلام طبعا. يا حبيبي فيك الخير، اتفضل تشرب ايه بقى؟ لا لا ملوش لزوم، اصل احنا هنمشي على طول. طب هجيب لك عطير انت والقمر اللي معاك دي. ميرسي. اتفضل. خلي ده معاكي. تعالى. يوسف. اهلا، ازيك يا مجدي؟ انا كويس، انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله احسن كتير. الحمد لله. تعبت نفسك ليه بس؟ تعبي يا ابني، ما عملتش حاجه اصلا. طيب هسيبك انا عشان ترتاح واروح انا امتحن وارجع لك تاني. ماجد انت شكر على ايه بقى؟ ايه العبط ده بقى؟ تشكرني على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. قوم لنا انت بس بالسلامه، هحضر لك حته دي ماتش عالمي. عيال بقى يا معلم بتلعب في نوادي هتتقطعوا. ضحكت لي يا ابن اللذين. معلش يا ماجد، ممكن تناديلي سمية من بره؟ حاضر. شكرا. سلام. يلا انا هدخل اشوف اسلام بقى. معلش يا حبيبي استنينا شويه. خد وقتك مفيش مشكله. اصحى يوسف عايزك. بجد؟ ثواني. ازيك يا اسلام؟ بس برضه مش عايز تبص في وشي. صدقني انا كنت بدور عليك امبارح عشان اقول لك ان مفيش حاجه بيني وبين سمية خالص. والله انتوا فهمتوني غلط. والله انا حاولت كتير اشرح لكم بس انتوا ما كنتوش بتدوني فرصه. وبعدين انت بصراحه ما كنتش فايق قوي عشان تسمعني. خلاص بقى يا اسلام، هو حبه اللي بعد عداوه يا اخي. طيب يا اسلام انا هسيبك ترتاح شويه وهبقى اجي لك بعدين. سلام. ماجد بجد انا اسف، مش عارف انا عملت كده ازاي. ما تتاسفش، كلنا غلطانين، كلنا غلطانين. هو يوسف عامل ايه؟ يوسف زي الفل وما تخافش، احنا ما قلناش لحد مين اللي عمل كده. كنت لازم تقوله عشان انا استاهل كل اللي يجرالي. ممكن ما تقولش كده تاني. خلاص اللي فات فات، ارمي ورا ظهرك. يلا قوم عشان نطمن على يوسف. انا مش قادر اوري له وشي تاني. ما تقولش كده، انت حتى سالني عليك كذا مره، لو هو مكانك كان جالك. يلا قوم. صدقني مش هقدر. انت هتقوم ولا اشيلك هيلا بيلا؟ يلا خلاص. على مهلك. أساعدك في حاجة تانية؟ على مهلك. شيل لي بس البتاعة دي. هي ما بتتشالش، بتلزق. يلا بينا. كنا دهنا حد يفك البتاعة دي. شفت لك الحركة غلط عليك؟ مش مهم مش مهم. شفت بقى يا عم؟ صدقتني؟ أنا آسف. أنا مش عارف أنا عملت فيك كده إزاي. بس يا بنت. حك عليا. أنا آسف. بس يا بنت. مفيش حاجة. أسيب يبقى ليا تعبير عنك. خلاص بقى يخرب بيوتكوا هتخليني أعيط. أنا اللي هيتخرب بيتي ما مشيتش دلوقتي حالا. سمية. امسك البتاعة دي. أنا هسيبكم وأروح امتحن وأرجع تاني. ها؟ ماشي. ممكن تبقي توصلي إسلام لحد أوضته؟ تقلقش. ماشي. يا جماعة أنا حاسس إن المستشفى دي بقت بتاعتنا. يلا. تمام. خلاص بقى. ما تزعلش مني يا يوسف. إزاي؟ تعال اقعد عندي في الأوضة. Thank you.
ابو سام مختفي عن هنا فين؟ انا مختفي ولا حاجه يا عم. انا موجود فين يا عم؟ بقالنا يومين متصل بيك وموبايلك مقفول. خير؟ كل خير. سيبنا لوحدنا شويه، ما تدخلش اي حد. فتح معايا ودانك واسمع كلامه اللي بقوله لك. اولا انت عارف انا بحبك قد ايه وبعزك. عارف. ربنا هو اللي يعلم انا بحبك قد ايه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاف مودنين يشيلوها اتنين والايد لوحدها ما تسقفش. انا مش فاهم حاجه. فرصه العمر ليا وليك، ولو فاتتنا مش هتتعوض. فرصه ايه؟ ما هو ردك عليا ما فيهوش نقاش، يا انت معايا يا معايا. اللي نقوله لك دوت لو تعرف فيه قطع رقاب. ما تخافش انا حاسب كل حاجه بالسنتي، بس على قد ما مكسبها حلو على قد خسارتها اكبر، والغلطه بفوره. اثر يا حسن وقول لي في ايه. ما هو دمك الحامي ده هو اللي مشجعني اني اشاركك. تشاركني انا؟ ايوه. انت مش شايف انت فين يا عم ولا فين؟ كلنا زي بعض يا ابن عمي. بص يا سيدي، خبطه العمر وفي ظرف يومين يكون معاك مليون جنيه. انا في ظرف يومين هيبقى معايا مليون جنيه؟ ايوه مليون جنيه، وكل اللي عليك انك تروح النهارده متاخر شويه، ولما ترجع هتلاقي كراتين ما تفتحهمش، وظرف يومين كل حاجه هترجع مكانها تاني، وحلال عليك المليون جنيه. وفيها ايه بقى الكراتين دي يا فصيح؟ ولا حاجه، بضاعه شحها من السوق هنخزنها عندك يومين، يزيد السعر شويه ننزلها تاني. مخدرات يعني دي ولا ايه؟ مخدرات ايه يا سيدي؟ حسن مليكي عمره ما بيبيع رجالته. امال فيها ايه يا حسن؟ ما انا قلت لك بضاعه شحها من السوق هنخزنها. ها؟ قلت ايه؟ موافق. بس على شرط. وأمر. ترجع لي الشقة تاني. دي الفايلات اللي مستنيها خلال أسبوع. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت اتجننت؟ أنا آسف. أنا ما أعرفش أنا عملت كده إزاي غصب عني. سامحيني. أنا غلطان إني قبلت أشتغل معاك من الأول. عبلة. أنا بحبك. أنت إزاي تقول كده؟ أنت ناسي إن أنا ست متجوزة؟ مش أي حد، ده أنا متجوزة صاحبك. سامي عمره ما كان صاحبي، احنا مجرد زملاء. جو الصحبيه اللي دخل بيه عليا لما جيتوا منفضين من بره ما يخشش على عيل صغير. لعلمك انا وافقت اقابله بس لما شفتك معاه. من اول ما عيني وقعت عليكي وانا مش قادر امنع نفسي عن التفكير فيكي، وبحسده في اليوم الف مره. ازاي واحد خايب زي ده يبقى مع واحدة ست حلوة وجميلة وذكية زيك؟ وانا من اول لحظة وانا شاكة في الطريقة اللي انت بتبص لي بيها، بس كدبت نفسي قلت مش معقول ده انا مرات صاحبك او زميلك زي ما انت بتقول. انا اسفة يا استاذ مصطفى، مش انا الست اللي تخون جوزها. مين جاب سيرة الخيانة؟ انا مش عايزك تخوني، عايز اتجوزك. بقى في واحد يرفض مليون جنيه عشان شقة زي دي؟ أنا. أنت؟ هو ده شرطي. مضطر أوافق يا ابن خالتي، بس أهم حاجة ترجع لليلة دي متأخر وما تفتحش الكراتين. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي كلمك يا وسام، مبروك. الله يبارك فيك. تعال. روح اجيب لنا المحامي، هنغير العقود.
شكرا مبروك. مبسوط يا ابو سام؟ مبسوط. بس عاوزينك بقى ايه ترجع لولادي متاخر شويه او ما ترجعش اصلا. انت بتخرج من بيتي حسن ابن امريكا؟ معاش ولا كان يا صاحبي؟ بس زي ما انا فهمتك هم 24 ساعه وكل حاجه ترجع لطبيعتها. فل فل